وفي مجال تحفيز الاقتصاد، قال المومني إن الحكومة أطلقت أجندة عمل خطة تحفيز النمو الاقتصادي، وإنه ستكون هناك رزنامة لمتابعتها بشكل شهري مع كل الوزارات والقطاعات لتحديد ما هو المطلوب منها. نسير بخطين متوازيين، من جهة نريد إصلاح المالية العامة ونريد إحقاق برنامج الإصلاح المالي، لكن بنفس الوقت نعمل على تحفيز النمو الاقتصادي، لأننا ندرك تماما أن هذا هو الحل الاستراتيجي لمشاكلنا الاقتصادية التي سوف تتعامل مع تحدياتنا الاقتصادية، وعلى رأسها خلق فرص العمل ورفع معدلات التشغيل في المملكة الأردنية الهاشمية.